بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الانقلاب على العقاب بعد ان ارتحل رسول الله صلى الله عليه واله عن الدنيا شهيدا وجاور ربه سبحانه وتعالى حصل في هذه الامه. نرى انهم بمجرد ان ذهب رسول الله صلى الله عليه واله عن هذه الامه، واذا بهم ينقلبون سراعا على عقابهم. وهذه كنايه ومن ينقلب على عقبيه، كنايه على ان هؤلاء لم يكن الدين والعقيده الاسلاميه الصحيحه راسخه في وجودهم وكيانهم، وانما كانت مجرد لقلقه لسان ومجرد كلمات يتفوه بها بعض من حول رسول الله صلى الله عليه واله وفيهم تلك العادات وتلك المعتقدات الجاهليه التي ابعد الله سبحانه وتعالى هذه المعتقدات عن المسلمين بالاسلام وقال لهم تنحوا عن هذه الامور تمسكوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه واله ولكن نرى انه بمجرد ان ذهب رسول الله صلى الله عليه واله عن هذه الامه وارتحل اذا بهذه الامه تنقلب سراعا والانقلاب هو الرجوع بال بالسرعه على سابقته يعني ذهب القوم على ما كانوا عليه تركوا ما جاء به رسول الله من المبادئ والاسس لسعاده الناس فتكلموا عملوا عملوا بما كانت هي اعمالهم كانت هي كلماتهم في الجاهليه قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنراهم بمجرد ان وصل خبر رحيل رسول الله واذا بهم صاروا ك قبيل مجيء النبي صلى الله عليه واله، وهذه كما قلنا كناية عن الرجوع إلى ما قبل الإسلام، وهكذا فيه إيماء إلى أن رسول الله صلى الله عليه واله إذا كان موجودا فيما بينكم تتكلمون بما يقوله رسول الله وتعملون بالظاهر بما يرضاه رسول الله ولكن بمجرد أن يرتحل ترجعون, ترجعون إلى كفركم وإلى إلحادكم فيقول الله يقول الله سبحانه وتعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين من يكون في قبال هؤلاء الذين انقلبوا يكون شاكرا لانعم الله، يكون شاكرا لما اتعب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نفسه في طريق هدايه الناس. ومن المهم لنا ان نكون من الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى على ما جاء به من دين لهدايه الناس وما قاله رسول الله صلى الله عليه واله وتحمل من الصعاب والمشقات والزحمات في طريق هدايه الناس. هذه الايه المباركه تحكي عن حال عده من الناس وان وردت في سياق بعض الغزوات عن رسول الله صلى الله عليه واله ولكنها تحكي عن واقع حال بالنسبه الى حال هذه الامه اذا رحل رسول الله صلى الله عليه واله ماذا يكون عمل هذه الامه ان ينقلبون على عقابهم يرجع وكان رسول الله صلى الله عليه واله لم يبعث في هذه الامه وكان هذه الاتعاب لم تكن من قبل رسول الله صلى الله عليه واله نرى ان الامه تخلفت نرى ان الامه انحدرت نرى ان الامه صارت خلاف ما كانت تدعي عليه نحن في قيمنا التي علمنا الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه واله يعلمنا الله ويعلمنا رسوله على انه لا ناخذ بالشخصيات فقط مجرد عناوين خاليه وعاريه عن محتوى مجرد اسامي مجرد اوهام لا وانما يلزم علينا ان يكون في داخلنا وروعنا شيء هذا يحكي عن حقيقه ومعتقد وواقع يسمو الإنسان بهذه الحقيقة وبهذا الواقع الإسلام ليس مجرد لقلقة لسان الإيمان ليس مجرد ادعاء خالي وعاري عن حقيقة نعبد الشخصية فقط ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله فيما بيننا فإننا نقول إنا على دين رسول الله انا على منهاج رسول الله. انا على طريقه ومسلك رسول الله صلى الله عليه واله وان ارتحل رسول الله، ذهب الى سفر، خرج في شغل نتخلى عن ما قاله رسول الله وعما جاء به صلى الله عليه واله لا، الاسلام يخالف هذا المبدا. يقول ايها الانسان المسلم، ايها المؤمن لا تعبد مجرد شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما اتخذ وخذ ما جاء به من القيم والمبادئ والأسس ولهذا نرى أن النبي صلى الله عليه وآله من كلماته عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام على أنه قال المرء يحفظ في ولده هذا الانسان الذي جاء به الله سبحانه وتعالى بعثه لهدايه الناس ان كان فيما بيننا يكون محترما بمجرد ان يذهب رسول الله اهل بيته ومن بعده ابنته ومن تركها رسول الله صلى الله عليه واله تذكارا لهذه الامه تذكر هذه الامه بشخصيه رسول الله أن يحترم المسلمون هذه الشخصية حرمة لرسول الله ولما لها من مقام ومرتبة عند الله سبحانه وتعالى فلا نقول أن رسول الله ذهب وانتهى كل شيء إنما ذهب رسول الله ولكن بقيت قيمه بقيت كلماته بقيت ما قد دعا إليه صلى الله عليه وآله دعا من جمله ما دعا اليه انه المرء يحفظ في ولده اذا انا كنت موجود فيما بينكم ابنتي فاطمه سلام الله عليها تكون محترمه تكون معززه مكرمه فيما بينكم وان ارتحلت ايضا يلزم عليكم ان توقروها وان تبجلوا لها كل تبجيل لا ان تهجموا على بابها وتحرقوا دارها سلام الله عليها. اذا ما صنعت هذه الامه بعد شهاده رسول الله صلى الله عليه واله من الهجوم على دار فاطمه سلام الله عليها، وعدم احترامها وغصب حقها وانها ذهبت الى ربها وهي واجده وغاضبه على افراد تحكي هذه الحكاية عن أن الأمة نظرت إلى شخصية رسول الله بمجرد أنها لقب واسم لرسول فقط لا أن رسول الله هو واقع وحقيقة يلزم الاعتقاد برسول الله وبحقيقته صلى الله عليه وآله نرى هذه الأمة تخلفت انقلبت على عقابها لماذا؟ لأن هذا الإيمان والإسلام لم يكن واقعياً. كان مجرد لقلقه لسان. تقول سيدتنا مولاتنا فاطمه الزهراء سلام الله عليها في كلماتها وهذه الكلمات حقيقة كلمات خالده في التاريخ. خلدتها سلام الله عليها بعد أن ذهب رسول الله ورأت ما صنعت هذه الأمه بها وبحقها. وبغصب ميراثها وبظلمها عليها افضل الصلاه والسلام قالت مخاطبه لاحد من ظلمها اترث في كتاب الله ولا ارث ابي انت ايها المسلم الذي تدعي الاسلام على صريح قول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ترث من ابيك ولا أرث أنا وأنا ابنة رسول الله ومن جاء بهذا القرآن من أبي رسول الله صلى الله عليه واله، بأي شريعة هذه؟ وبأي حكم أخرجت هذا الحكم؟ من وين جبت هذا المطلب؟ لأن ترث أنت في كتاب الله وليس لي إرث، ليس لي حق، ليس لي مكانة لا أرث أبي رسول الله صلى الله عليه واله. فقالت سلام الله عليها أترث في كتاب الله ولا أرث أبي أو قالت عليها أفضل الصلاة والسلام مخاطبة لهؤلاء على أنهم تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله مع ما كان لرسول الله من مقام مع ما كان لرسول الله من أتعاب أراد أن ينجي بهذه الأمة ويسعد هذه الأمة وكنتم على شفى حفرة من النار مذقة الشارب ونهزه الطامع وقبسه العجلان وموطئ الاقدام الى ان جاءت وتصل الى هذه الكلمات تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم فانقذكم الله برسوله هذه حالكم ماذا كنتم تاكلون ماذا كنتم تشربون ما كانت سيرتكم فيما بينكم خائفون بعض من بعض هذا يخاف من جاره هذا يخاف من القبيله الكذائيه والقبيله الاخرى ولكن رسول الله صلى الله عليه واله لما جاء جاء بالسعاده والهدايه لما جاء جاء رسول الله بالقيم والاسس الالهيه جاء لسعاده الناس انقذكم الله برسوله صلى الله عليه واله، ولكن أين هذا الاحترام بالنسبة إلى ابنته؟ لما ينقذ انسان انساناً آخر ألا يلزم على المنقذ أن يحترم المنقذ؟ ألا يلزم عليه أن يوقره؟ أن يبجله؟ أن يكرم ذريته من بعده؟ له حق علي على أنه أنقذ حياتي. وكيف هذا الانقاذ وهو الانقاذ لا فقط الانقاذ في هذه الدنيا انقذه مثلا اعطاه كاسا من الماء اعطاه شربه من الماء لا وانما انقذه للحياه الاخرويه هذا الانقاذ الذي لولاه لخلد الانسان في نار جهنم وسعيرها ولكن رسول الله صلى الله عليه واله انقذ هذا الانسان ولكن لم نرى أن هذه الأمة أدت حقا من حقوق الله ولا أدت حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله ما دام النبي صلى الله عليه وآله كان موجودا في هذه الأمة كانوا يأتون يبجلون يحترمون رسول الله يحترمون ذريته من أحو ما ما أقول تمام الاحترام ولكن بمجرد أن ارتحل النبي صلى الله عليه وآله انقلبوا على عقابهم جاءوا ويحملون الحطب الجزل على باب بيت فاطمه سلام الله عليها ما ادري تاديه لحق رسول الله ارادوا ان يجازوا ويكافئوا رسول الله صلى الله عليه وآله بما اتعب نفسه منها في هذه السنوات الطوال لسعاده الناس يا رسول الله جئنا نجازيك ونكافئك جئنا بهذه الهدايا إلى من؟ إلى ابنتك وإلى ذريتك من بعدك نقدمها على باب دار فاطمة نشعل النار على باب دارها لماذا؟ مكافأة لك يا رسول الله ألم يقول الله, سبح يقول الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى هذا كان أجر رسول الله أن تأتوا بهذه الكيفية إلى باب دارها أربعون شخصا إلى بعض الروايات أكثر من هذا العدد بكثير جاءوا بجيش جرار إلى باب دار من؟ إلى منزل الوحي إلى باب دار العصمة إلى باب دار الهداية إلى باب دار تلك الريحانة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله بضعة رسول الله انقلبوا على عقابهم صارت الأخلاق والحمية والأفكار أفكار جاهلية أخلاق جاهلية حمية الجاهلية جاءوا محاربة لآل رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده لم يتمكنوا بأي سبب كان أن يحاربوا رسول الله تلك المحاربة في قبال رسول الله أن يقفوا ولكن بمجرد ان ارتحل جاءوا الى ابنته من بعده حاربوا ابنته وبمحاربه ابنته وبمحاربه صهره واولادهم عليهم افضل الصلاه والسلام تمت المحاربه والانتقام من رسول الله صلى الله عليه واله ولهذا نرى تلك الروايات عن الفريقين الشيعه والسنه عن الفريقين يؤكدون هذه الروايات على انها ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه واله الا ثلاثه الا سبعه الا خمسه باختلاف الروايات جميع الناس ارتدوا بعد رسول الله لماذا ومن ينقلب على عقبيه هؤلاء مشوا في طريق خلاف رسول الله خلاف الطريق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه واله لنا في طريق يكون به محاربه لله ولرسوله صلى الله عليه واله او تقول العامه والمخالفون لاهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام يقولون ان العرب ارتدوا كلهم كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه واله عدا فئه في المدينه والمكه او في المدينه والطائف كل العرب ارتدوا هذا مو كلامنا نراه في بعض التواريخ من العامه يقول ان العرب ارتدوا كلهم بعد رسول الله الا فئه قليله مختصره عده قليله في المدينه وفي الطائف هؤلاء لم يرتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه والا كل الناس كل العرب ارتدوا بعد رسول الله هذا يحكي عن ان الله سبحانه وتعالى في هذه الآيه المباركة تحدث عن عمل يعمله في المستقبل قوم رسول الله أمة رسول الله من بعده وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه ولاتعاب رسوله صلى الله عليه واله وأن نجازي ونكافئ حق رسول الله ونؤدي أجر رسول الله صلى الله عليه واله بمودتنا لأهل بيته ولقرباه عليهم أفضل الصلاة والسلام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.